بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. احنا هنكمل تاملاتنا او دراستنا لسفر المزامير. هنبتدي مزمور 69. يمكن المزمور ده كتبه داود بعد موت ابشالوم ابنه. فداود بيكتبه وهو في منتهى الحزن والوجع على موت ابنه، وفي منتهى الحزن والوجع على الظلم اللي حصل فيه، سواء من ابنه ابشالوم أو من كل اللي مش وراء ابنه وخانه داود. مزمور ده كمان مزمور 69 ده مع مزمور 22 كنيسة تسميهم كده مزامير مسيانية، لهم بيتكرروا كتير قوي في أسبوع الألام، لأن كلهم نبوات عن صلب المسيح وألام المسيح والفداء والصليب. لو تعالوا نبتدي كده المزمور ونبتدي بأول آية: خلصني يا الله لأن المياه قد دخلت إلى نفسي، غرقت في حمأة عميقة وليس مقر، دخلت إلى أعماق المياه والسيل غمرني، تعبت من صراخي يبس حلقي، كلت عيناي من انتظار إلهي، أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب، اعتز مستهلكي أعدائي ظلما، حينئذ رددت الذي لم أخطفه. لو خدناهم آية آية كده نبتدي: خلصني يا الله لأن المياه قد دخلت إلى نفسي، وآية 2 بتكمل القصة: غرقت في حمأة عميقة وليس مقر، دخلت إلى أعماق المياه والسيل غمرني. لو خدنا كده التفسير الحرفي للآية أو اللي يقصده داود الحزن ما تحولش معاه، أو الوجع على فراق ابنه ما كانش مجرد من بره، دخل إلى أعماق نفسه كأنه بيغرق. المزمور ده الكنيسة تصليه في صلاة الساعة 9 من يوم الجمعة العظيمة، وتتكلم بيه كده على مشاعر المسيح اللي جرح في بيت أحبائه، واللي بسبب اللي حصل المية دخلت إلى نفسه بسبب وجعه على الخطية وشيله خطيتنا. لو خدناه على حياتنا الروحية نلاقي إنه ده بالظبط اللي الخطية بتعمله فيا وفي حضراتكم. نصرخ لربنا كده نقول له: يا رب خلصنا من الخطية، خطية اللي وجعتنا. ولو نشوف كده الخطية عملت إيه، نلاقي المياه دخلت إلى نفسي، وتبدأ الخطية من بر، وتبدأ تغير تصرفاتنا وتغير عاداتنا لغاية لما تخش وتعمل فينا اضطراب وتنزع مننا السلام. فنصرخ لربنا ونقول له: يا رب الحقنا، ده الخطية مش بس من بره، ده دخلت إلى أعماق نفوسنا. غرقت في حمأة عميقة، الحمأة دي اللي هي الطينة، عمال أغرس في الطينة أغرس في الطينة وليس مقر. ربنا يحمينا كلنا، بس اللي ينغمس في الخطية نلاقي الخطية ملاش آخر، عمال يغرق 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 وما بتقفش. يبعد عن ربنا يبعد عن ربنا، ويقول الواحد ايه يكتفي. انسان مثلا مننا يفكر انه هيكتفي بخطيه، يقول دي انا بحبها وهكتفي بيها. ليه الموضوع ما بيقفش عند خطيه؟ خطيه بتجر خطيه، وكبرياء بيجر ادانه بيجر نميمه، الواحد مش عارف يبطل. ليه؟ لانه غرقته في حمأة عميقه، لانه الخطيه عميقه جدا، والشيطان عايز يبلعنا في حفره كلها طين وليس مقر. مشكلة أو الحاجة اللي لازم أنا وحضراتكم نفتكرها إنه المشي وراء الخطية ملوش مقر، رجلي مش هتستقر في حتة، مش هعرف رجلي تسند على حاجة، لأنه دي الخطية، لأنه الخطية طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها أقوياء. يقول كده يعلمونا في سفر حبقوق إنه الخطية ملهاش كبير، ولا تتوانى على أن تمسك، ما بتبطلش تمسك فينا وتنهش لحمنا. عشان كده أنا وحضراتكم لازم نكون منتبهين جدا من الخطية. تعبت من صراخي يبس حلقي، كلت عيناي من انتظار إلهي. يقعد الواحد في الخطية كده زي عروس النشيد: أوجدتم من تحبوا نفسي، عمال تدور على ربنا وهو في أعماق الخطية. وكأنه ربنا عايز يفكرني ويفكر حضراتكم إنه عشان نلاقيه ونستمتع بيه لازم نرفض الخطية، إنه إن كان الله هو الله فاعبدوه، وإن كان البعل هو الله فاعبدوه. فلازم كده أنا وحضراتكم نقعد نفكر نفسنا ونفتكر
إنه يا ترى مين ربنا بتاعي، مين اللي أنا ماشي وراه. لو الشيطان، لو أنا بتبع الشيطان، لا تقدرون أن تعبدوا سيدين، يا إما الله يا إما المال. لو أنا ماشي ورا الشيطان هصرخ ومش لاقي ربنا، عمال أصرخ وأدور عليك يا رب وإنت فين، مش لأني مش عارف أبطل خطية ولا أني بجاهد وبقع، لأني متمسك ومعاند وبحب الخطية وبقول لربنا تعالى بس الخطية دي وهي موجودة في قلبي، الخطية بقت أولوية على ربنا، فأصرخ وما لقيش ربنا. أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب، اعتز مستهلكية أعدائي ظلما، حينئذ رددت الذي لم أخطفه. ده يفكرنا بربنا يسوع المسيح وهو على الصليب بيقول إيه، بيقول ويتفرج على الشعب اللي عمال يقول أسلبه أسلبه، وبعد كده اطلق باراباس وأما يسوع فأسلمه ليصلب. ففجأة اللي كانوا بيقولوا أصنى يا ملك داود وهو بيستقبلوه بالزعف، حد الزعف، فجأة بقوا بيقولوا ويصرخوا أسلبه أسلبه ويفضلوا عليه باراباس. وداود كده، داود كل حبايبه اللي كانوا معاه فجأة، أو بعض منهم يعني كتير منهم سابوا وراح لأبشالوم، منهم أخي توفل المشير بتاعه اللي هو متربين مع بعض وعشرة، ولكن يسبوه. فأكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب، حينئذ رددت الذي لم أخطفه. وهنا بقى معنى جميل جدا ينطبق على فداء ربنا يسوع المسيح. يعني إيه؟ يعني رددت، يعني رديت دين أو رديت حاجة، حاجة ما كنتش أنا واخدها. فربنا يسوع المسيح طلع الصليب عشان يوفي الدين ويتنفس فيه العقوبة اللي بصراحة المفروض أنا وحضراتكم، لأنه ربنا يسوع المسيح الذي بلا خطية صار خطية لأجلنا. فربنا يسوع المسيح يطلع الصليب يوفي عن ذنب هو ما عملوش. وزي ما البابا شنودة كده كان يقول في الشعر، يقول إيه، فلماذا أنت مصلوب هنا وأنا الخاطي حر أتباه، لأنه مكاني بصراحة على الصليب، ولكن ربنا يسوع المسيح يقف على الصليب مكاني عشان يردد ما لم يخطفه، يشيل ذنب مش ذنبه، يشيل خطية مش خطيته اللي هي خطيتي أنا، عشان بنعمة ربنا نخش السماء. يا الله أنت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخفى. آية في منتهى الجمال يقولها داود. طيب هو ده عكس الكلام اللي فات، يعني هو داود اتظلم في قصة أبشالوم؟ 100% اتظلم طبعا، داود اتظلم مع أبشالوم. داود ما عملش حاجة لأبشالوم عشان أبشالوم يعمل فيه كده، ولا عمل حاجة للمشيرين وأصحابه عشان يعمل كده. لكن دايما يعلمونا الآباء كده الفكرة اللي قالها داود دي، يا الله أنت تعرف حماقتي وذنوبي عنك لم تفنى. داود يقول في نفس المعنى في حتة تانية، خطيتي أمامي في كل حين. لأننا لا لأجل بردانيال يقول كده، لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك. يا رب أخطأنا، أثمنا، عملنا الشر، يا رب خطيتي هي اللي عملت فيا كده. ويا بخت فينا اللي يبتدي توبته بالآية دي، يا رب أنت تعرف أنت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تفنى تخفى. يا رب أنا اللي عملت في نفسي كده، أنا خطيتي اللي ماشي فيها حتى لو مش بطريقة مباشرة أدت للظلم اللي أنا فيه، لكن يا رب ده أقل حاجة أستاهل عن خطيتي. وبدل ما نتحول إن إحنا أنا وحضراتكم نلوم ربنا، نتحول ليه؟ إن إحنا نتوب، ويتحول الموضوع معانا لتوبة لربنا يسوع المسيح، وتحول ليه؟ ركعة قصاده أقول له يا رب أنت تعرف حماقتي، أنت عارف يا رب صرت كبهيم عندك ولكني دائما معك، أنا بليد لا أعرف. كل دي نفس المعاني. يا بخت اللي ينزل ويتوب ويصرخ لربنا بإنسحاق، يقول له يا رب أنا أستاهل بس كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. مشاعر مهمة أنا وحضراتكم تكون عندنا في الصلاة،
ان احنا ننزل ونعمل. عشان كده كنيستنا تعلمنا المطانيات، عشان يقول له يا رب انت عرفت حماقتي وذنوبي عنك لم تخف، انت عارف كل حاجة، انت اللي شايفني وانت اللي كاشف اعماقي وكاشف اني غلطت كتير واستاهل، لكن كرحمتك يا رب اصرخ ليك. لا يخزى بي منتظروك يا سيد رب الجنود، لا يخجل بي ملتمسوك يا إله إسرائيل. قل له كده يا رب عشان خاطر أنا ملك إسرائيل، الناس ما تبصش وتقول إيه ده سابه، الحقني يا رب من أجلي ومن أجل صراخي ليك ومن أجل الناس. طبعا نفس الآية تنطبق على ربنا يسوع المسيح، ويقف ربنا يسوع المسيح على الصليب كده، وكنيسة تعلمنا يوم الجمعة العظيمة نصلي نقول إيه، الذي أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة. لأنه اللي عمله ربنا يسوع المسيح على الصليب مش ضعف، ومش خليني أنا وحضراتكم ما نحبش نمشي وراه، بالعكس ده من كتر الحب اللي شفناه عن الصليب ومن كتر التنازل اللي عمله ربنا يسوع المسيح على الصليب، لا نخجل منه بالعكس. أما أنا فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليبي ربنا يسوع المسيح. اتحول عندنا المنظر اللي شكله صعب، شكله مخيف، شكله كله ألم وضعف، لمنظر افتخار وقوة. وعشان كده احنا نفرح بربنا، وعشان كده اللي مننا يتظلم أو اللي مننا يتوجع، إن عيرتم باسم المسيح فإيه؟ فطوباكم. فيا بخت اللي يقع عليه وجع وهو ما غلطش باسم المسيح. ما تقلقش وما تقلقوش وما قلقش أنا كمان، ده مش معناه أنه الناس هتبصلي تقول إيه ده ربنا وحش ظالم، حاشا، لا، ده يشوفوا يمجدوا ربنا في كل وجع، وربنا يبقى باين في كل ألم. واحد من الأباء كده يصرخ يهمس الله في أفرحنا، ويتكلم في أيامنا، ويصرخ في أحزاننا، لأن ربنا صوته بيبقى في ودننا وواضح ويعزي. ولما يعزي واحد متألم نتفرج على أيوب ونتعلم ونحب ربنا اللي اديله السلام ده، اللي حب ربنا للدرجة دي، ونتفرج على بولس الرسول وكراسته وألمه، نحب ربنا، ونتفرج على ماري مرقص اللي اتسحل في شوارع اسكندرية عشان حب ربنا، وما نقولش أبدا هو أنت فين يا رب، نقول إيه يا بختك، نؤمن بإله ماري مرقص. وزي ما نسمع في قصص الشهداء، ماري جرجس ولا بوسفين ولا ماري مينا يتعذبوا والناس تعمل إيه؟ نؤمن بإله ماري جرجس. الناس تؤمن بإيه؟ بالقوة ولا بالضعف؟ هي منظرها ضعف لكن حقيقتها القلب بتاعها كل قوة. عشان كده الآية، لا يخجل بي ملتمسوك يا إله إسرائيل، لأني من أجلك احتملت العار غطى الخجل وجهي. ده داود بيصرخ يقول له يا رب من أجلك، من أجل وصيتك، من أجل حبك، من أجل محبة اللي زرعتها في قلبي لابني أبشالوم احتملت العار غطى الخجل وجهي. والعار هنا بان قوي في شمع ابن جيرة وهو بيشتم داود، وداود يستحمل رغم أنه اتظلم، بس يستحمل ليه؟ لأنه من أجل المسيح احتمل. فكرة حلوة يأكدها علينا كل رسائل العهد الجديد، تأكد على الفكرة دي، إن احنا نحتمل من أجل المسيح. صرت أجنبيا عند إخوتي وغريبا عند بني أمي، لأن غيرة بيتك أكلتني وتعيرات معايريك وقعت علي. ربنا يسوع المسيح صار أجنبيا عند أخواته. إن كنت أنت المسيح فانزل عن من الصليب. كل اللي حوالي إخواته اللي هو مفروض أكتر ناس شافوا معجزاته، ولكن من أجلنا بقى استحمل، وإخواته صار عندهم أجنبيا وغريبا عند إخوتي عند بني أمي. لأن غيرة بيتك أكلتني وتعيرات معايريك وقعت علي. لو بصينا كده لقينا أنه ربنا يسوع المسيح قال الآية دي في أول خدمته، وفي آخرها لما طرد الصيارفة وبعت الحمام من الهيكل، وقال بيتي بيت صلاة
يدعى لجميع الأمم. غيرة بيتك أكلتني. نتعلم من ربنا نغير على بيته ونغير على الكنيسة. وأكتر حاجة تبين غيرتي وغيرة حضراتكم عن الكنيسة إن إحنا ما نكونش شهود زور للكنيسة، وما نكونش شهادة وحشة للعالم، لأنه للأسف اللي في الكنيسة أقل من اللي برا، وبالتالي مش كل الناس عندها الفرصة أو عندها المقدرة أو عندها الاستيعاب أو تعرف تستمتع بالمسبح زي ما أنا وحضراتكم بنستمتع، تستمتع بوقفة الأجبية زي ما أنا وحضراتكم بنستمتع، تستمتع بقعدة الإنجيل. ولكن الناس غيرة بيت ربنا أن أنا أحب أوري ربنا للناس كلها، أشهد لربنا بأعمالي أول حاجة قبل ما أتكلم حتى. يبقى يروا الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، أنكم أنتم رائحة المسيح الذكية الحلوة الجميلة. فالناس تشم ريحتنا اللي هي تصرفاتنا وسلوكنا وابتسامتنا، وتعمل إيه؟ تحب ربنا جداً. وده اللي الكنيسة تعلمه لنا، غيرة بيتك أكلتني وتعيرات معيريك وقعت علي. نتفرج على ربنا يسوع المسيح، وكان اللصان الذين معه يعيرانه. بصراحة مين المفروض يتعير؟ أنا وحضراتكم، لكنها وقعت على ربنا يسوع المسيح الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمال العار مستهينا بالخزي. نكمل. وأبكيت بالصوم نفسي فصار ذلك عارا علي، جعلت لباسي مسحا وصرت لهم مثلا، يتكلم في الجالسون في الباب وأغاني شرابي المسكر. داود لما نسمع كده دخل بعد ما عرف أبشالوم أنه مات، دخل وقفل على نفسه وأبكى بالصوم نفسه، والناس لمته أنه أبكى بالصوم نفسه بعد ما فرح ولبس مسوح، وبقى بدل ما المفروض يفرح عشان ابنه حزن. يتكلم في الجالسون في الباب وأغاني شرابي المسكر، يعني بقى هو اضحوكة. وربنا يسوع المسيح يقول لك كده أنه كانوا الناس كلها بتستهزأ بيه، انزل عن الصليب لننظر إن كان إلي يأتي فيخلص. ربنا يسوع المسيح له المجد، خالق السماء والأرض، اللي فتح الأوم العذر بكلمة بعد 4 أيام في القبر، يحتمل الإهانة من أجلي ومن أجل حضراتكم عشان يقول لنا أنا بحبكم، وعشان يعلمنا نحتمل معاه. الجالسون في الباب دول اللي هو كان عادة الناس اللي بتقضي يبقوا قاعدين في الباب عشان يشوفوا اللي داخلين المدينة، داخلين قاعدين على باب المدينة عشان أي حد داخل المدينة يشوفوه لو ينفع يخش أصلا ولا لا. وبقى أغاني لشرابي المسكر، يعني سوري ناس شربة ومش شايفة وبتقول أي كلام، بقوا الأغنية بتاعتهم إن هم يتريقوا عليه. ده كل ده حصل في ربنا يسوع المسيح. حتة جميلة بقى بعد كده يصليها داود: أما أنا فلك صلاتي في وقت رضا، يا الله بكثرة رحمتك استجب لي، بحق خلاصك نجني من الطين فلا أغرق، نجني من مبغضية ومن أعماق المياه، لا يغمرني سيل المياه ولا يبتلعني العمق ولا تطبق الهاوية علي فيها. استجب لي يا رب لأن رحمتك صالحة، ككثرة مراحمك التفت إلي. لا تحكب وجهك عن عبدك لأن لي ضيقا، استجب لي سريعا اقترب إلى نفسي فكها بسبب أعدائي أفدني. أنت عرفت عاري وخزي وخجلي قدامك جميع مضايقي. لو خدناها أي آية كده: أما أنا فلك صلاتي يا رب في وقت رضا، في وقت مقبول عندك. يا الله بكثرة رحمتك استجب لي بحق خلاصك. صلاة في منتهى الجمال بصراحة: أما أنا فلك صلاتي. بعد كل اللي حصل ده رد فعل الإنسان، رد فعل داود إيه؟
أما أنا فصلاة، أما أنا فلك صلاتي. مبدأ، مبدأ. كل ما تضيق، كل ما توجع، وكل ما تضايق، أما أنا فلك صلاتي. يا بخت اللي عنده مذبح يتسند عليه ويعرف يعني إيه يتسند عليه. يا بخت اللي عنده مخدع يعرف يشبع بيه بربنا. فإيه اللي يحصل؟ يتوجع يتوجع يتوجع، يحتاس، يتعب في أي مشكلة، يقول لربنا إيه؟ أما أنا فلك صلاتي يا رب. في وقت رضا يا الله بكثرة رحمتك استجب لي، يعني في وقت أنت شايفه مناسب. يعني أنا متضايق وبصلي وفي حاجة مضايقاني أو في حاجة بطلبها منك يا رب، لكن بقولك إمتى تستجب؟ في وقت رضا، في وقت أنت راضي عنه، في وقت أنت تقبله استجب لي. مش هفرض عليك يا رب وقت، لأنه يقول في وقت مقبول سمعتك في يوم خلاص أعنتك. احنا نصلي كل شوية وكل يوم وكذا مرة في اليوم نقول له إيه؟ لتكن مشيئتك. فنتعلم من داود بصراحة في صلواتنا نطلب ونقول له إيه؟ في وقت رضا. يعني نطلب طلباتنا ونقدم توبتنا وننصحك قصاد ربنا، وبعديها نقول له إيه؟ في وقت رضا استجب. وفي وقت رضا بكثرة رحمتك استجب. يا بخت الإنسان اللي في صلواته فاهم إنه الله عندما يستجيب، يستجيب إيه؟ بكثرة رحمته، مش بحقي ومش بأستاهل منك وكده ما تردش علي يا رب. لا، أنا بكثرة رحمتك، أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل بيتك. في حاجات كتير قوي أنا وحضراتكم لو ركزنا هنلاقيها بكثرة رحمته. في بخت اللي شايف رحمة ربنا فرحان طبعا على طول ومتعزي وشبعان. في وقت أما أنا فلك صلاتي يا رب، في وقت رضا يا الله بكثرة رأفتك استجب لي. بحق خلاصك، يعني عشان بحقيقة خلاصك، لأنك أنت تخلص، وخلاص ربنا اللي حصل عن الصليب عشان أنا وحضراتكم نرث إيه؟ ملكوت السماء. فأخرة الصلاة، الصلاة دي فيها كذا مبدأ حلو قوي. أول مبدأ إنه أما أنا فصلاة. تاني مبدأ بقول له يا رب في وقت رضا زي ما تشوف. تالت مبدأ ككثرة رحمتك استجب. آخر مبدأ بحق خلاصك أو من أجل أبديتي. برضو جزء من صلواتنا لازم يبقى يا رب استجب لي، أنا بطلب منك استجب لي بكثرة رحمتك في الوقت اللي تشوفه لو مناسب لأبديتي. قاعدة أو منهج يحطه لنا داود النبي عشان أمشي أنا وحضراتكم عليه. في وقت رضا يا الله بكثرة رحمتك استجب لي بحقك خلاصك. نجني من الطين فلا أغرق، نجني من مبغضية ومن أعماق المياه. هنا توبة بقى، يا رب نجني من الطين اللي أنا غرقان فيه ده. أنا مش بس مية، النيل مثلا أصعب في السباحة أو في العوم من البحر. ليه؟ لأنه نوع المية، بتخيلوا حضراتكم بقى طين أصعب وأصعب. يعني اللي يشوف في رياضات برا كده أنه بيمشوا في حمامات طين، الحركة فيها أتقل بكتير وأصعب. فالقوامة صعبة، الخطية كده تخلي القوامة صعبة. فأنا بقول له يا رب نجيني، ده أنا في طين. وده يقول لنا أنه إحنا نكلم ربنا وإحنا فين؟ وإحنا في الطين. يعني حتى لو في الطين أجري على ربنا وأصلي له. فلا أغرق، نجيني من مبغضية. مين أكتر مبغضية؟ الشيطان اللي عايز يفترس نفسي ويأكلها ويبلعها وينزلني إلى الجحيم. فأقول له يا رب نجيني من مبغضية ومن أعماق المياه. لا يغمرني سيل المياه ولا يبتلعني العمق، لا تطبق الهوية علي فاها. كل دي صلوات بقول له يا رب قومني ما
ما تخليش سيل المياه يبهدلني، ما تخليش المياه تغرقني والدنيا مية الدنيا تغرقني، ولا يبتلعني العمق، خليني دايما معاك، ما تسيبش الهوية أعمقها تبتلعني، ولا تطبق الهوية ولا تقفل عليا بقى، تفتح فيها وتطبق عليا فيها، يعني تقفل عليا فيها. استجب لي يا رب لأن رحمتك صالحة ككثرة مراحمك التفت إلي. وده بصراحة رجائي أنا وحضراتكم، عشان كده كنيستنا تحبش اليأس ودايما عندها رجاء. ليه؟ مش لأن احنا كويسين وننفع، لأنه دايما بنبص على ربنا يسوع المسيح. استجب لي يا رب لأن رحمتك صالحة، مش استجب لي لأني بس بحاول. حلو، المحاولة جميلة والجهاد مهم وضروري، لكن وأنا بقول له استجب لي ليه؟ لأنه صالح. اشكروا الرب لأنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. ككثرة مراحمك التفت إلي، أنا دايما بصرخ لربنا وأقول له بص لي عشان مراحمك كثيرة. وعشان كده كل يوم في التسبيح نقول، أو يعني معظم الأيام في التسبيح نقول مراحمك يا إلهي، وكل يوم في تسبيح الباكر نقولها برضو مراحمك يا إلهي. ليه؟ لأنه متمتعين بها، شبعانين، لأن مراحمه هي جديدة في كل صباح. من مراحم الرب أننا لم نفنى، كل ده عشان رحمة ربنا مغرقانا. فأنا بقول له يا رب استجب لي برحمتك. كلهم فهموا كده، كل القديسين فهموا كده، وربنا أكدها في دعوة موسى مثلا. ربنا يقول، أو موسى يقول لربنا يا رب أنا مين عشان أروح أكلم فرعون؟ ربنا ما يقولوش ده أنت وأنت وأنت اللي متربي في بيت فرعون، أنت اللي أنا سندتك، وأنت يقول له إيه؟ إني أكون معك، دي كلمة اللي هتزق موسى واللي هتحركه، إن أنا اللي معك. فأنا أقول له ككثرة مراحمك استجب لي، التفت إلي، لا تحجب وجهك عني عن عبدك لأن لي ضيقا. استجب لي سريعا، اقترب إلى نفسي، فكها. فكها دي في منتهى الجمال، اقطع عنا كل رباطات الخطية. لأنه اللي لما نركز أنا وحضراتكم نقول كده كل أسباب الخطية في التسبح انزعها من أنفسنا، لأن الخطية ساعات تمسك البني آدم وتربطه، تربطه من كل حتة، تبقى هنا وفي الناس اللي حواليه وفي كلامه وفي قلبه وفي تصرفاته، فربطته، ربطت فكره وربطت إرادته وربطت سلوكه، بقى كل كأنها التفت حواليه كده. فداود هنا يصلي يقول إيه؟ فكها بسبب أعدائي افدني. يا رب مش هتسيبني، أنا ابنك، مش هتسيبني فريسة للشيطان، افديني يا رب بسبب أعدائي لألا يشمت بي الشيطان. بالعكس ده أنا أقول له إيه؟ لا تشمتي بي عدوتي لأني إذا سقطت أقوم بسبب أعدائي. يا رب ما تفرحش الشيطان فيا، قومني وتوبني والحقني. أنت عرفت عاري وخزي وخجلي، قدامك جميع مضايقية. أنت عرفت عاري يا رب، أنت عرفت اللي حصل فيا وللخطية عملته فيا. أنا خجلان قدامك يا رب، وخجلان قدام رحمتك الكثيرة. قدامك جميع مضايقية، أنت شايفهم قصادك وشايف الشيطان بيعمل فيا إيه وبيبهدلني إزاي. العار قد قصر قلبي فمرت، انتظرت رقة فلم تكن، ومعزين فلم أجد. يجعلون في طعامي علقما، وفي عطشي يسقونني خلا. طبعا دي نبوة واضحة جدا عن السيد المسيح على الصليب. العار قد قصر قلبي، وده تعريف لشكل المسيح على الصليب. عار الشعوب ايه؟ الخطية. وايه اللي وجع اكتر حاجة وجعت قلب ربنا على الصليب؟ مش الألم الجسدي ولو انه كان موجود، ومش الخيانة من اقرب الناس لي من يهوذا، ومش الانكار من بطرس. حمل خطايانا على خشب، خطيتي هي اللي وجعت ربنا.
فالعار قد كسر قلبي فمرضت، مرض ربنا وتعب وقال ايه؟ انا عطشان. انتظرت رقة فلم تكن، طبعا تنطبق تماما على ربنا يسوع المسيح، كان مستني رقة فلم يجد، ومعزين فلم أجد، يجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا. وده انطبق على ربنا يسوع المسيح. لتصر مائدتهم قدامهم فخا وللآمنين شركا، لتظلم عيونهم عن البصر وقلقل متونهم دائما. صب عليهم سخطك وليدركهم حمو غضبك، لتصر دارهم خرابا وفي خيامهم لا يكن ساكن. لأن الذي ضربته أنت هم طردوه، وبوجع الذين جرحتهم يتحدثون. اجعل إثما على إثمهم ولا يدخلوا في برك، ليمحوا من سفر الأحياء ومع الصديقين لا يكتبوا. الجزء ده نبوة داود اتكلم فيها على شعب بني إسرائيل أو الأمة اليهودية بعد صليب المسيح. لو هنتفرج عليها كده واحدة واحدة، لتصر مائدتهم قدامهم فخا وللآمنين شركا. المائدة هي الإنجيل، النبوات، نبوات العهد القديم اللي كانت بتتكلم على المسيح، لأنهم رفضوها ورفضوا المسيح هتبقى إيه؟ قدامهم فخا، هتبقى بسببها هم هيهلكوا لأنهم ما رفضوا المسيح. ربنا قاعد يكلمهم ويحذرهم، فتشوا الكتب الذي تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي تشهد لي. ما عجبهمش الكلام ورفضوه. وفي الآخر مائدتهم تصير لهم فخا، اللي هم متكلين عليه هو اللي هيوقعهم، ان هم متكلين على النبوات. ويقول احنا اولاد ابراهيم، طب ابراهيم ابوكم تهلل بان يرى يومي فرأى وفرح، ولكن الشعب بني اسرائيل لانهم رفضوه فالنبوه دي عليهم. لتظلم عيونهم عن البصر وقلق المتونهم دائما، يعني متونهم اللي هو ظهرهم، خلي دايما حربهم وإرادتهم الظهر ليصلب البني آدم متقلقلة عشان ما يحاربوش شعبك. صب عليهم سخطك وليدركهم حمو غضبك. ده اللي حصل، ما هو ده اللي هيحصل كمان شوية، أو ده اللي حصل في خراب أورشليم هيبان كمان كم آية. لتصر دارهم خرابا وفي خيامهم لا يكن ساكن. ده ينطبق على شعب بني إسرائيل بعد كام سنة من صلب المسيح. إيه اللي حصل؟ أورشليم خربت، لأنه لتصر دارهم خرابا. والكنيسة تقول الجزء ده في وإحنا بنزف في يهوذا في خميس العهد الصبح، لتصر دارهم خرابا ولا يكن فيها ساكن. ونتكلم على يهوذا كده في أعمال الرسل، خدوا الآية دي وفهموا إن هو بسبب الآية دي وليأخذ وظيفته آخر، وعشان كده قرروا يعملوا قرعة، وفوقعت القرعة على متياس فحسب مع الاثنى عشر رسولا. حال المزمور ده اقتباسات كتير منه في العهد الجديد. لأن الذي ضربته أنت هم طردوه، وبوجع الذين جرحتهم يتحدثون. كأنه اللي اتضرب بالخطية وشال الخطية اللي هو المسيح، مفروض كانوا هم يعملوا فيه إيه؟ يحتضنوه ويشكروه ويمجدوه ويسبحوه، لكنهم هم طردوه. وبوجع الذين جرحتهم يتحدثون، اجعل إثما على إثمهم ولا يدخلوا في برك. يا رب لأنهم رفضوك هترفضهم أنت. ليمحوا من سفر الأحياء ومع الصديقين لا يكتبوا. نبوة واضحة إن كل اللي يرفض المسيح يمحوا من سفر الأحياء ومع الصديقين لا يكتبوا.
أما أنا، آخر جزء بقى في المزمور، فمسكين وكئيب، خلاصك يا الله فليرفعني، أسبح اسم الله بتسبيح وأعظمه بحمد، فيستطاب عند الرب أكثر من ثور بقر ذي قرون وأظلاف. روعة كل المزامير اللي فيها ألم، أي ألم لازم ينتهي بإيه؟ بتسبيح وبفرح. دي قاعدة مع ربنا، إنه بعد الصليب لازم يكون في قيامة، وبعد الظلمة لازم يكون في نور مع ربنا يسوع المسيح، لأنه النور الحقيقي. أما أنا فمسكين وكئيب، يا رب أنا تعبان وموجوع، خلاصك يا الله فليرفعني. تفرج على عليا وعلى حضراتكم وإحنا غرقانين في الخطية، ونبص على الصليب ونقول له إيه؟ خلاصك يا الله فليرفعني، خلاصك يا الله فليرفعني من شهوتي، خلاصك يا الله فليرفعني من خطيتي، خلاصك يا الله فليرفعني من عندي، خلاصك يا الله فليرفعني من ضعف إرادتي. أصرخ أقول له خلاصك يا الله فليرفعني، فليرفعني من الجحيم ويدخلني ملكوت السماوات. أنا بصرخ وأنا شايف المسيح على الصليب وأقول له كده، خلاصك يا الله فليرفعني، أسبح اسم الله بتسبيح وأعظمه بحمد. أسبح اسم ربنا بتسبيح. كنيسة تحب التسبيح وتقعد تسبح كل ليلة، عشان أسبح اسم الله بتسبيح. تعلمنا الكنيسة إنه في إبصالية كل يوم نسبح لإسم ربنا يسوع المسيح. مش كده وبس، كنيستنا تعلمنا صلاة يسوع، يا رب يسوع المسيح ابن الله الحي ارحمني أنا الخاطي، وبعدين عيني، وبعدين أسبحك يا رب يسوع المسيح. فإحنا نسبح ربنا. وبصراحة ده جزء أحيانا بيبقى ناقص في صلواتي وصلواتنا، إن إحنا نعظم ربنا. لما نتفرج كده على صلوات العهد القديم كلها، تبتدي تقول إيه؟ أيها الرب العظيم المخوف حافظ العهد والرحمة. بنقعد نكلم ربنا عن صفاته، وكنيسة تعمل كده في التسبيح، وقعد أحكي مع ربنا على عظمته وجماله وحلاوته وقدرته وعمله، ونتعلم كده. فلنشكر صانع الخيرات لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا. أنا عمال أسبحه على اللي بيعمله، وأعظمه على اللي بيعمله، وأعظمه بحمد، أعظمه بحمد أو أعظمه بشكر. فيستطاب عند الرب أكثر من ثور بقر ذو قرون وأظلاف. الروح المنكسر لا يرذله الله. ربنا يحب قوي القلب اللي يشكر أكثر من ذبايح. ربنا يطوب اللي يشكر. مش 10 خفوا في 10 برص، أين 9؟ هم فين؟ ليه واحد بس اللي جاي يشكر؟ ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر. أشكره في كل شيء. نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. كنيسة تعلمنا، والكتاب المقدس يعلمنا، والأباء يعلمونا، مراحمه جديدة في كل، يشرق شمسه على الأبرار والأشرار. فمع كل طلعة شمس وأنا لسه بعمل خطية أقول له إيه؟ أعظم بحمده، أو سوري أعظمه بحمد. يعني أنا بعظمه وبرفعه بحمد وبشكر، وأقول له يا رب أشكرك. وتبقى في جزء في صلواتنا شكر، عشان نتعلم وندوق حلاوة ربنا، ونقعد كده نسبح ونشكر ربنا على كل حاجة. ويبقى كل واحد فينا كده عنده كراسة فيها بيشكر ربنا، وفيها بيكتب عظائم الله في حياته، ويفتح الكتاب المقدس يدور على عمل ربنا، ولما يلاقي عمل ربنا يعمل ايه؟ يشكر ويفهم. لما احنا لما بنبص على الكتاب المقدس بنفهم ان اللي في حياتنا ده ايد ربنا، واللي حصل ده تدخل الهي، وان ربنا سطر علينا في موقف
واحد واثنين وثلاثة، فأعمل إيه؟ أشكره وأسبحه وأعظمه وأمجده وأعظمه بحمد. أعظمك يا رب لأنك بتعمل معايا وبتعمل وبتسند. أشكرك. كل اللي فهموا كده داقوا ربنا وتمتعوا بربنا فيستطاب عند الرب. أحلى ذبيحة ذبيحة الشكر. عشان كده نسمي الأعظم أسرار الكنيسة سر الإفخارستية، سر الشكر، لأن فيه بنشكر ربنا على الذبيحة وبنلزق في ربنا وبنثبت فيه وبنحيا إلى الأبد لأن إحنا بنتناول من جسده ودمه. أكثر من ثور بقر ذي قرون وأظلاف، يرى ذلك الودعاء فيفرحون وتحيا قلوبكم يا طالبي الله، لأن الرب سامع للمساكين ولا يحتقر أسراه. تسبحه السماوات والأرض والبحار وكل ما يدب فيها. نفس المعنى بس ناخده واحدة واحدة. يرى ذلك الودعاء فيفرحون. هنا بنا يحط زي حاجة شبه شرط كده، لو حصل نعرف نفرح. كل اللي يشوف ربنا ويشوف عمل ربنا ويكون وديع، يعني ياخده بالتضاع وياخده بأنه أما أنا فبكثرة رحمتك، أنه ده كثرة مراحم الله، قلبه يحصل له إيه؟ يفرح ويشبع ويتمتع. لكن اللي يشوف ان ده بسبب بري وبسبب اللي بعمله وبسبب يحصل ايه؟ ما يعرفش يفرح. عشان كده مع عمل الله والشكر نحتاج للوداعة، للاتضاع. تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. فليستقبل مراحم الله بوداعة ربنا يغرقه، لانه واخدها وقول له يا رب شكرا. شكرا مش عارف اقول لك ايه. بماذا اكافئ الرب على كل ما اعطاني؟ بولس او شاول يقول له ماذا تريد يا رب ان افعل؟ كل اللي داق ده بالتضاع وبوداعه، داق عمل الله بالتضاع وبوداعه، اللي حصل فرح. كل اللي سبح وشكر بوداعه فيفرحون وتحيا قلوبكم يا طالبي الله. كل اللي يطلب ربنا، اللي يصلي ويبقى زي داود كده، أما أنا فصلاة تحيا قلوبكم. قلبك يبقى عايش. احنا بنعمة ربنا بنتنفس وعايشين، لكن بنشوف حوالينا ناس قلوبهم ميتة، ميتة من القسوة وميتة من الحزن. لكن اللي يطلب ربنا ويشكره بوداعة تفرح قلوبكم يا طالبي الله. فيفرحون وتحيا قلوبكم يا طالبي الله. فعشان كده تعالوا نراجع المبادئ دي في حياتنا. لأن الرب سامع للمساكين ولا يحتقر أسراه. لأنه مين المساكين؟ متضعين، الغلابة. يعلمونا كده ان ربنا ده بتاع الغلابه. اختار الله ادنياء العالم والمصدره ومغير الموجود. يقاوم الله المستكبرين، اما المتواضعين فيعطيهم نعمه. فتواضعوا، خليكم مساكين تحت يد الله القويه عشان يرفعكم. كنيسه تعلمنا ان احنا نعيش بالتضاع ونعيش مكتوبة للمساكين بالروح، لأن لهم ملكوت السماوات. يا بخت المسكين بالروح، يا بخت اللي يقف قصاد ربنا يقول له إيه؟ يا الله، زي ما كان موجود في آية 13، بكثرة رحمتك استجب لي. يا رب بكثرة رحمتك استجب لي. لأن الرب سامع للمساكين. ربنا بيسمع. اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. وعد واضح. لكن الله يسمع للمساكين ولا يحتقر أسراه.
اللي هم الأسرى جاية من الأسرى اللي إحنا بتوع ربنا كلنا، بس الخطية أسرتنا منه، ما يبصش علينا ويحتقرنا. أمال يعمل إيه؟ يسمع للمساكين ويرفعهم. فإن كانت أنا وحضراتكم في خطية أسرتنا من ربنا وخدتنا أسرة، التوبة والدموع والمسكنة والوداعة والانسحاق يعمل إيه؟ يرفعنا، لأن الله لا يحتقر أسرة. أنا وحضراتكم البني أدمين أحيانا تحتقر الناس اللي إيه؟ اللي تسيبهم وتخنهم وتبيعهم، لكن الله لا يحتقر أسرة. فمهما كنت اتسبيت بالخطية، الله لا يحتقر أسرة. ها أنا ذا واقف على الباب أقرع، إن فتح أحد أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. تسبحه السماوات والأرض والبحار وكل ما يدب فيها. تفكرنا ده بالهوس الثاني والثالث، كنيسة تسبح كل الخليقة كلها بتسبح الله، واللي شايف ربنا يشوف ربنا في الخليقة. عشان كده نطلع نتمشى في أماكن فاضية وهادية وناخد خلوات، ليه؟ عشان نسبح ربنا مع الخليقة، لأن كل الخليقة تسبح اسمك. لأن الله يخلص صهيون ويبني مدن يهوذا فيسكنون هناك ويرثونها. طبعا هنا بيتكلم على أورشليم السمائية أو السماء. لأن الله يخلص صهيون اللي هو ولاده وشعبه والكنيسة، يبني مدن يهوذا. ربنا يبني المدن الخاربة، يبني الأسوار المتهدمة، أسوار الصلاة المتهدمة، أسوار العلاقة مع ربنا المتهدمة، أسوار المحبة المتهدمة، فيسكنون هناك ويرثونها، ونسل عبيده يملكونها. نسل عبيد ربنا، إحنا يعني إحنا نسل عبيد ربنا. أهالينا كانوا بيعبدوا ربنا وإحنا ولادهم، إحنا ولاد ربنا، ولاد الكنيسة اللي بتعبد ربنا، يملكون ملكوت السماوات، ومحبوا اسمه يسكنون فيها. عشان كده نحب اسم ربنا يسوع المسيح، الكنيسة تحب اسم ربنا يسوع المسيح، لأن محبوا اسمه يعملون إيه؟ يسكنون فيها. عشان كده الكنيسة تكرر وتعيد، ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. ليه؟ لأنه محبوا اسمه يسكنون فيها، لأن احنا عايزين نعيش معاه، واللي يعيش مع ربنا يحب اسم ربنا يسوع المسيح. عشان كده اسم ربنا يسوع المسيح غالي جدا على الكنيسة. بونا كده في الأواشي وأيضا في الناس، الله الآب ضابط الكل، أب ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، نقعد نفصص فيها. عشان إيه؟ نترجى ربنا، لأن احنا بنحب الاسم، ونقعد نعيده ونزيده في صلاة يسوع وفي إبصاليات عشان بنحبه. وكل اللي يحب اسم ربنا يسوع المسيح يحبه، ويحب القوة اللي خارجة منه، يجرى فيه إيه؟ يسكنون في صهيون إلى الأبد. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. نحفظ مع بعض آية أو نردد آية، آية 13. أما أنا فلك صلاتي يا رب في وقت رضا يا الله، بكثرة رحمتك استجب لي بحق خلاصك. نقولها مع بعض. أما أنا فلك صلاتي يا رب في وقت رضا يا الله، بكثرة رحمتك استجب لي بحق خلاصك. مرة تانية. أما أنا فلك صلاتي يا رب في وقت رضا يا الله، بكثرة رحمتك استجب لي بحق خلاصك. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين.